عاريين من بيوتنا ودقوا مساكننا وهجرونا. ترافقهم شكواهم أينما ذهبوا. لم تترك ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح خيارا أمام أهالي البيضاء، وفي وقت قصير هجرت المئات منهم وحولت أرضهم إلى ساحات حرب مفتوحة. كان ذلك دافعا كافيا ليحملوا البنادق ويدافعوا عن إرادتهم. تقول الأنباء الواردة من جبال البيضاء أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة بمنطقة صباح بمديرية ذي نعم عززت بأكثر من 20 طقما وعدة دبابات ومدرعات عسكرية. وقد تداعى أبناء المناطق المحيطة هناك ببنادقهم للدفاع عن قرى وجبال ذي نعم والزاهر. كان هجمة على مواقع طماحي الأجردي وحتى الموقع وتصدوا لها المقاومة وهجموه وجوا مجموعة من هنا منهم هنا وسقط شهيد وجريح. ووفقا لمركز المقاومة في المحافظة فقد شهدت مناطق بالجرادي والقوعة بالمديرية معارك عنيفة عقبة الهجوم الذي شنه مسلحو الحوثي. وقال المركز أن قرى آل حميقان بمديرية الزاهر ومنطقة يفعان والدريعة بمديرية ذي نعم قصفت بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وهو قصف في الغالب لا يتم توثيقه بدقة ولا يظهر ضحاياه في سجلات جرائم ميليشيا الحوثي التي تمحو المعالم بأسلحتها الثقيلة وحربها التي لا تتوقف وملاحقتها للجرحى في بحثهم عن العلاج.